يبدو أن أزمة الوقود تلاحق اللبناني أينما ذهب وصولاً إلى بلاد العمسام، إذ نقل موقع ديربورن أنه ارتفعت أسعار الوقود في ميشيغان ومترو ديترويت حيث وصلت إلى أعلى مستوى جديد لها في العام 2022 وبلغت 3.37 دولار للجالون الواحد حسب ما ذكر AAA. وفي هذا السياق نقل موقع دوتشيفيل استهجان المراقبين، إذ أنه من الغريب أن ترتفع أسعار الوقود في وقت لم تعد الحياة فيه إلى طبيعتها بسبب جائحة كورونا، كما يأتي الاستغراب على ضوء أن الصناعة وبالرغم من عودة عجلتها لم تعد إلى مستواها ما قبل الجائحة، كما أن العديد من القطاعات لا تزال تئن من تبعات الجائحة التي ضربت العالم. وبحسب موقع الجزيرة فإن ديربورن تعد عاصمة العرب الأمريكية، كما أكد موقع فرانس 24 أن المسلمون في مدينة ديربورن يشكلون ثلث السكان وهم يلعبون دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تداعيات عديدة على الحزب الديمقراطي الذي يحتل اليوم موقع رئاسة البلاد. فإن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات يبدو مؤشراً جيداً لسياسات الطاقة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويرجع ذلك بحسب موقع الشرق إلى أن أسعار المحروقات تؤثر على الديمقراطيين والجمهوريين بشكل مختلف. أضف إلى ذلك أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود سيساهم في تضييق الخناق على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بعد أن تعهد باتخاذ تدابير صارمة لكبح جماح ارتفاع أسعار المحروقات. وفي هذا الإطار رأى تقرير حديث لوكالة رويترز أن تحقيق هذا الأمر صعب جدا لأن الخطط الأمريكية في هذا المجال تبقى محدودة.